شكرا لك زميلي نورتين، شكرا لبيتك الكريم، شكرا للضيف الذي معنا على الخط السيد محجوب زكي مراسل راديو بليس، شكرا لكل مستمعي اذاعه غوصير. اذا كما تابع الجميع المباراه الاخيره للمنتخب الوطني المغربي والتي دارت رحاها في المركب الرياضي محمد الخامس في مدينه الدار البيضاء، المباراه التي جمعت الاسود بالفهود الكابونيه والتي انتفض فيها الاسود اسود الاطلس وضربوا بقوه وسطروا بثلاثيه نظيفه 3-0 وثلاث نقاط اكيد جميله للمنتخب الوطني المغربي في هذه المباراه. الجميل والاروع هذه المباراه ونكهه هذه المباراه هي الجماهير المغربيه التي كانت في الموعد، هي الجماهير المغربيه التي اكيد مهما حاولت الوصف لانه فونتير قامت بتقسيم المباراه مباشره من ارضيه المركب الرياضي محمد الخامس في مدينه الدار البيضاء. تواجدت في منصه الصحفيين في المركب الرياضي محمد الخامس، مهما حاولت ان اصف تلك الاجواء زميلي نوردين، اجواء كانت هيتشكوكيه، اجواء سينمائيه، الجمهور المغربي كان في الموعد واعطى صوره حضاريه عن الجماهير المغربيه وعن كره القدم الوطنيه، وكذلك اللاعبين كانوا رجال وكانوا في الموعد وضربوا بقوه وسيروا المباراه كما يجب وكيف ما يشاءون وانتصروا بثلاثيه نظيفه. اذا الان العناصر الوطنيه المنتخب المغربي على بعد نقطه واحده ووحيده من العوده الى المونديال في بوابه مونديال روسيا 2018 والمي، لانه الغياب طال والجماهير المغربيه أكيد انتظرت طويلا من أجل أن تشاهد منتخبها في المونديال. آخر مشاركة للمنتخب المغربي كانت في مونديال فرنسا 1998 في سماشي والف، منذ ذلك الوقت تخرج بخوفي حوني، كنا قاب قوسين أو أدنى في تصفية مونديال كوريا واليابان، كوريا واليابان 2002، إلى أن أتأهل كاسب من نصيب الترنجا المنتخب السنغالي. إذا اليوم المنتخب المغربي على بعد نقطة واحدة من العودة للمونديال، يرمز لها تعادل في هذه المباراة الأخيرة، وأكيد اللاعب على تعادل هو في حد ذاته فخ، أكيد إير بيرونار على دراية بهذه الأمور لأنه الرجل له تجربة كبيرة في كرة القدم الإفريقية، سيعرف كيف يسير المباراة، وهذا ما نتمناه من أجل أن نعود بطاقة التأهل إلى أبيجون الإيفوارية. أكيد الحديث على أن الجامعة الملكية المغربية تقوم يعني بتنظيم رحلات سياسية مناسبة للجماهير المغربية من أجل أن تنزل الجماهير المغربية هناك في أبيجون من أجل مساندة المنتخب الوطني المغربي وإعطاء الدفء للعناصر الوطنية من أجل سخ دماء جديدة ومساندة الأسود من أجل أن نعود بطاقة التأهل، وهذا ما نتمناه وهذا هو الأمل الجمهور الرياضي المغربي والشارع الرياضي المغربي في هذه المباراة. نتمنى أن تكون ليلة تاريخية وأن تكون ليلة تأهل الأسود. نعم حمزة، نعود للمستمعين الرياضيين بعد سي حمزة باش نوصلو اتصال بسي محجوب المازال. حمزة وين تروح؟ اقطع هو؟ انا اهضر معاك. لا تبقى اقطع. اذا كنت تيسال جات تليفون ولا تحب الموضوع ولا تحب. إذا كما ذكرنا مستمعينا الكرام على أن المنتخب الوطني المغربي أصبح الآن على بعد نقطة واحدة ووحيدة من أجل الوصول إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب دام طويلا قلت على أنه آخر وصول كان سنة 1998 في مونديال فرنسا، منذ ذلك الوقت ونحن نخرج بخوفي حنين، كنا قاب قوسين أو أدنى في تصفية مونديال كوريا واليابان سنة 2002 إلى أنه لم يأتي التأهل. المنتخب الوطني المغربي اليوم وصل للمباراة المصيرية وهو على بعد نقطة واحدة يكفي التعادل من أجل أن يضمن ويعود بنقطة التأهل من أبيدون في مباراة ستجمعه بالسيالة الإيفوارية المطارد المباشر للأسود. معي مراسل في الراديو فيس في مدينة أكادير سي محجوب زكي. سي محجوب مرحبا بك. مرحبا بك زميلي حمزه، مرحبا بضيوف الكرام والمستمعين الكرام اينما تواجدوا واينما حلوا وارتحلوا. بالفعل زميلي حمزه، المنتخب الوطني المغربي تلقطه نقطه واحده، لكن نحن نعرف كفاءه هيرفين رونار ونعرف حنكه واحتياجات هيرفين رونار خصوصا في مثل هكذا المباريات. هيرفين رونار بطبيعه الحال لن يدخل بنقطه واحده لكي يتاهل، سيدخل
في ثلاث نقاط، وهذه من ايجابيات المنتخب الوطني المغربي. هيرفي لومار كما يعرف الجميع فهو دخل للمنتخب المغربي وغير عمل تغيير جذري عفوا لتجربه المنتخب الوطني المغربي بدخوله خطة تكتيكية واحد، ويكون هناك تقارب بين الخطوط للدفاع والوسط الميدان وكذلك الهجوم. لاحظ ما في عدة مباريات انسجام واضح وتمركز واضح بين اللاعبين وتفاهم لجانب، فأعتقد أن هيرفي لومار كما جاء على مثال زميل حمزة فهو المحجوب الذاتي. إلى الآن المنتخب الوطني المغربي على بعد نقطة واحدة في المباراة المصيرية التي ستجمعه بالفيلة الإيفوارية بأبيدجان، مباراة صعبة جدا سبق وأن وقعنا في مثل هذا السيناريو وكان في إحصائيات مونديال 2002 كوريا واليابان، كنا على بعد نقطة، كانت تصلنا نقطة واحدة من أجل الوصول إلى المونديال. انهزمنا في المباراة الأخيرة أمام المنتخب السنغالي هناك في السنغال. هل المنتخب الإيفواري الذي ليس هو ذلك المنتخب الذي عايشه ليس في أفضل حال؟ هل يعني كيف ترى حظوظ المنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة المصيرية؟ بطبع الحال فالحظوظ فهي قائمة جدا، خصوصا ما يعيشه المنتخب الإيفواري في هذه الأيام أنه تعادل مع المنتخب المالي في الميدان هذا الأخير، وكان قد قوسين أودنا من خسران تلك النقطة التي ربحها المنتخب الإيفواري للأسف. فإنه تنقصه يعني بعد الثوابت الأساسية أمثال واللاعب بايلي لاعب مدافع المؤسسر يونيتد يعني نقص منتوج يعني مثل جيرجينيو، نقص في اللاعب في هذا اللاعب هذا المردود هذا اللاعب عفوا يعني ليس تلك المنتخب لن يكون ولن يكون مثل المنتخب الإيفواري الذي عرفناه من قبل الأمثال لما كان دروغبا لما كان يايا توري وتوري في الدفاع ولاعبين آخرين. المنتخب الإيفواري بالفعل فهو واجد عليه ومن المؤكد أن يربح ثلاث نقاط، لكن يعني يتقابل مع منتخب مغربي يعني متراس الخطوط متقارب متجانس مدرب كذلك يعرف خبايا الكرة الإفريقية ويعرف كذلك خبايا المنتخب الإيفواري، لأن الرجل سبق وأن درب المنتخب الإيفواري والمنتخب الزامبي وأحرز معه كأس إفريقيا مع كل المنتخب، لذلك فأعتقد أن إحنا المنتخب المحجوب ذاتي. تابعت المباراة الأخيرة أكيد بين المنتخب المغربي وفهود الكاربو، هل توقعت أن تشاهد تلك المتعة في المدرجات خلال الجماهير البيضاوية والمغربية التي أتت من كل المدن المغربية وكذلك مشارق أرض الوطن من أجل التشجيع من أجل إعطاء الجنس للعناصر الوطنية وتشجيع الأسود، وهل توقعت ذلك الأداء البطولي ذلك الأداء الجديد يعني الأسود أوقفت الفهود في تلك المباراة وضربوا بقوة وانتصرنا لثلاثية رادفة، هل توقعت هذا السيناريو قبل المباراة؟ سأتوقع كل شيء خصوصا وأن المباراة في مركب محمد الخامس وبمدينة الدار البيضاء، كل شيء توقع الجماهير ستلعب سيكون عفوا سيكون لها دور مؤثر جدا في فوز المنتخب الوطني المغربي. يعني كما قلت أنت في البداية يعني يعجز الإنسان عن خروج كلمات معدية، إذا أخرجنا أي كلمة فسنكون يعني مسحفون في حق هذه الجماهير، لأن عودتنا الجماهير المغربية وخاصة الجماهير البيضاوية جماهير الوداد ولا جماهير غزة ولا جماهير الاتحاد البيضاوي ولا صد البرنوسي حتى لا نقصي أي جمهور من هذه الجماهير، فهي عودتنا أن تكون هستيريا في المدرجات الجمهور يقدم كل ما لديه بالنسبة للاعبين القاري حسهم يعني لاعبين ذو خبرة عالية في هذا في هذا المباريات يعني قدموا لنا مرضو في مباراة مالي. نعم المحجوب الذكي الآن كل التفكير لا حديث إلا عن المباراة المصيرية بين الأسود والفيلة الإيفوارية بأبيدجان، نعلم على أنه طور الأرض يعني وعامل الأرض والجمهور بالنسبة للمنتخب الإيفواري سيلعب لصالح هذا الأخير، نحن كذلك مصيرنا بين أيدينا نقطة واحدة تصلنا على الوصول إلى المونديال، يعني التعادل يؤهل المنتخب الوطني المغربي مباشرة وهذا ما نتمناه. يعني هل يعني لديك يعني
احداث على انه المنتخب الوطني المغربي سيتواجد في مونديال روسيا ويعود بنقطه بطاقه التاهل من الجوائز الايفواريه، ام انك متخوف من المنتخب الايفواري؟ انا غير متخوف جدا، لان كما قلت لك في السؤال الثاني في الجواب الثاني، فان المنتخب الايفواري لم يكن مثل بعبع افريقيا كما يقال بين قوسين، يعني المنتخب الايفواري لقد تحقق كأن المنتخب المغربي وجد مشاكل كثيرة مع المنتخب المالي في مالي، والمنتخب المالي أقل إمكانيات من المنتخب الإيفواري. طبيعي الحال بتأكيد أخي الزميل حمزة، لكن المنتخب الوطني يعني تحسب له هذه الروح، هذه الروح القتالية، هذه النفس كما كنقولوا في 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 فرق الميدان، وكذلك الزميع الملك المغربي، وكما يعرف الزميع حمزة جندت وأعطت الجماهير المغربية فرصة للالتحاق عفوا بالمنتخب الوطني المغربي حتى يسد هذا اللعب، أن الجمهور وراءه والشعب كله والمغربي وراءه بكل شيء، يعني وراء هذه اللاعبين حتى يكونوا في روسيا إن شاء الله بحول الله، ولماذا بإذن الله عز وجل، يعني اللاعبين كلهم لديهم فرصة ثمينة جدا، لأن كل اللاعبين المنتخب الوطني المغربي يتراوح بين 26 سنة إلى 26 سنة، هذه زميلي حمزة فرصتهم لا تعوض للذهاب إلى كأس العالم، فليكونوا في أحسن الظروف وفي أحسن الأحوال إن شاء الله بإذن الله. السمج الذكي عندي سؤال، واش يعني يقال بان التذكره ديال المباراه المغرب كوت ديفوار ضد المغرب غتكون تقريبا 29,000 حتى 30,000، هل اذا كانت التذكره بهذا الثمن هل هي في متناول يعني مشجعي ليون بلاطلاس؟ اذا كان ينشا بان التذكره ديال المباراة ديال المنتخب المغربي يعني التذكرة ديال الطيارة اللي كنمشيو نتفرجو في كوت ديفوار غتكون كتراوح بين 2000 حتى 3000 درهم، هل هاد الثمن هذا يعني في مقدور ديال مشجعي ليون بلاطلاس؟ لا أكيد أنه لا يكون بمقدور، لكن فئة سيكون بمقدورها تدفع الثمن، لكن فئة أخرى ستعجز عنه، لأن 2000 درهم فهي يعني مصروف شهر تقريبا عند بعض العائلات، لذلك ف 2000 درهم ستكون يعني كافية لبعض المشجعين، لكن البعض الآخر فسيعانون حتى يجمعون هذه التذكرة. نعم، بالنسبة لكم يعني كصحفيين متابعين الشأن الرياضي المغربي، واش يعني الشأن المغربي متحمس باش نشوفوا الكوت ديفوار يتفرجوا في هذه المباراة هذه؟ كما قلت لك من قبل، ففئه ستكون متحمسه وفئه ستكون الاغلبيه ستكون يعني غير مباليه، لا يكفي متابعه المنتخب الوطني المغربي في التلفاز خصوصا، وان القنوات المغربيه ستبث مباشره المباراه المغرب والكوت ديفوار، لذلك فستكون اعتقد انها فئه قليله من المشجعين سيذهبون الى الكوت ديفوار. نعم، يعني كما كنت من الانتماء اللي عطيت له واحد البرونستيك بان ثلاث اهداف للنخبه الوطنيه، واش يمكن نعطينا واحد البرونستيك ديال المقابله المقبله بين المنتخب كوت ديفوار والمنتخب الوطني المغربي؟ واش يمكن عطينا البرونستيك يعني التكونات ديالك؟ ان شاء الله بحول الله اكيد نتمنى التاهل، التكونات ديالي سيكون هدف لي مثلي ان شاء الله التعادل الايجابي. التعادل الايجابي، اخر كلمه للمستمعين اذا عاد فولتر من اجدير. فولتر اجدير؟ يعني اخر كلمه للمستمعين ديال اذا عاد فولتر ديالنا، انت من اجدير. من اجدير، فنشكركم بزاف لانكم تحتوا لنا بالفرصه هذه باش نتواصلوا مع المستمعين الكرام وتواصلوا معكم انتم كذلك في ديار المهجر، كنذكر يعني كل المستمعين وكل من يعرفوا المحجوب الزكي هذا المحلل يعني الذي سقط عرقه نحو النجاح بسبب الصلاة، تحية كما لا يفوتني تحية خاصة للأستاذ العزيز الأستاذ الكبير بطبيعة الحال في قناة بين سبور، وهذا وكله يرجع له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ورد الوالدين، فهو يرجع له الفضل فيما نحن عليه أنا وزميلي حمزة والجميع ونرضي يعني والشباب للآخرين لأنه معطير ومدرب وأستاذ وكل شيء ما شاء الله
في هذا الرجل. تحيا للمستمعين الكرام اينما تواجدوا في بقاع العالم. تحيا لكم طاقم تقني اذاعه راديو صوتي. واتمنى ان شاء الله بحول الله ان نلتقوا في نلتقوا ان شاء الله ما وراء مباراه المنتخب, ويكون المنتخب ان شاء الله متاهل الى روسيا 2018, وتكون الفرحه جميعا ان شاء الله باذن الله. نعم, كان معنا من مدينة أكادير محجوب الذكي مراسل راديو بليس. شكرا لك. وكذلك كان معنا محلل إذاعة الفولتيغ حمزة الشيوي, وكان ضيف اليوم هو المنشط والفنان حميد الرشوق. شكرا لكم وإلى اللقاء. نلتقوا بعد يعني غدا عاد مثل البرنامج هو مع في أحمد سادس يوم السبت برنامج لو احتياجات خاصة مع خليجة بن هنية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا للمستمعين الرياضيين.